السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الدرس العاشر من هذه السلسلة. في الدرس الماضي تعرفنا على الفليكس بوكس وكيف نعمل سيتنج على الفليكس بوكس على بعض الإليمنتس، تعلمنا على بعض الخصائص، شفنا الفليكس بوكس جدا يعني خاصية مهمة جدا في ترتيب الإليمنتس في صفحة الـ HTML. وإن شاء الله في هذا الدرس راح نتعرف على البوكس سايزنج، لأن في الدرس الماضي تكلمنا أن أحيانا نحط النسبة إلى 50% الويدث مثلا 50%، فعلى أي أساس نحسب 50%؟ على أي أساس الـ HTML يحسب width الـ element؟ وإن شاء الله راح نشوفها في هذا الدرس. طبعاً الـ box sizing لو اعتبرنا مثلاً هي محتوى مثلاً أي element مثلاً div وداخله محتوى معين text معين، على أي أساس يتم تحديد الـ width لهذا العنصر داخل صفحة HTML؟ طبعا في عندنا حاجة اسمها البوكس هايت، لهذا البوكس في عندنا هو الهايت وفي عندنا اللي هو الويدث اللي هو العرض. طبعا المقصود لما تعمل الويدث لهذا المحتوى الحين راح يحسب هو عبارة عن هو ويدث المحتوى أو الكونتنت داخل هذا الإلمنت، هو هذا الشكل الافتراضي مثل ما راح نشوف إن شاء الله في المثال. طبعا عملت هنا مثال بسيط، لو تشوف هذه الصفحة هو عبارة عن بعض الدفس داخل بعضها البعض عشان نحن نستخدمها في تمارين إن شاء الله عشان نتعلم البوكس سايزنج. الكود طبعا لهذا وإن شاء الله الكود موجود هنا وإن شاء الله راح أخليه في هذا الفيديو تحت. طبعا هو بسيط جدا، عندنا هو الكونتنت مثل ما شايفين هنا، هذا الكونتنت الدف وعندنا البيرنت وعندنا المين. طبعا الكونتنت بسيط، باك جراوند كلر اللي هو الكلر اللي هو الخط بلاك، وعندنا البوردر وعندنا البادينج. البيرنت اللي هو هذا اللي بعده يكون عبارة عن باك جراوند كلر وبادينج وبوردر، ايضا بسيط. عندنا المين، عندنا باك جراوند وعندنا البادي وعندنا HTML بنفس الطريقة، والفكرة ان نعمل بعض الالوان عشان يكون سهل، يعني هم اشياء بسيطة جدا. الحين على اعتبار الحين الويدث، احنا تكلمنا عن الويدث قلنا انه هو ياخذ الويدث للكونتنت، فاحنا على سبيل المثال قلنا الويدث لهذا الكونتنت عبارة عن 200 بكسل، عملنا سيف، عملنا ريفرش، تغير طبعا القياس هنا الى 200 بكسل. لكن لو حطيت الحين اخترت هذا الاليمنت عن طريق الديفلوبمنت تولز، خلي الديفلوبمنت تولز مفتوح عشان تقدر تعرف تشوف البوكس سايزنج والبوردر وتشوف اللي هو الكونتنت من هنا. فعلى سبيل المثال الحين لو خذيت انا الكونتنت هذا، شوف العرض ماله هو عبارة عن 220 مثل ما شايفين. ليش 220؟ لان احنا قلنا انه ياخذ، لو ضغط على هذا هنا، عفوا اضغط عليه عشان يوريني، هو 200 الكونتنت لكن ضاف لها ان هو العشرة للبادينج والبوردر 10 في اليمين واليسار، فصار المجموع 220. كيف نحل هذا المشكلة؟ احنا لازم نغير البوكس سايزنج الى الموديل بحيث انه يحتوي على البوردر يحتوي على البادينج. لو انا اريد، طبعا احنا تكلمنا ان المحتوى هو العرض والطول، ولكن ياخذ البادينج والبوردر في الحسبان. الحين لو انا اريد الكامل بشكل عام هو الطول او العرض بهذه الطريقه والطول او الهايت بهذه الطريقه، فلازم اغير السيتنج البوكس سايزنج في بروبرتي اسمها بوكس سايزنج، انا اغيرها الى بوردر بوكس بحيث انه يعتبر كل هذا هو الويدث، يعني هذا بلس هذا بلس هذا. فنروح نشوف المثال الحين. لو انا غيرت في الكود اللي هو البوكس سايزنج، بوكس سايزنج حطيت البوردر بوكس مثل ما شايفين، ورحت مرة ثانية عملت ريفرش، راح أعمل مرة ثانية أشوف السيتنج وأشوف إنه هو 200، فعلا هو 200، لكن شوف إيش سوى، خلى هو 180 الكونتنت عشان يعطي مساحة على 10 للبادينج والعشرة للكونتنت. فإذا عملنا البوكس سايزنج بهذه الطريقة، البوكس سايزنج خلينا بوردر بوكس، فمعناته ياخذ في الحسبان كل التفاصيل، هي الكونتنت البادينج والبوردر، نحل هذه المشكلة. الحين لو انا عملت الحين مثلا على سبيل المثال بدل 200 بكسل 200 بكسل اخلي 50% اللي هو العرض، اعمل سيف ريفرش. انزين الحين على اي اساس هو حسب 50%؟ طبعا هو الموضوع يعني فيه شويه صعوبه، فيه اشياء كثيره يعني حاول على اساس انه حد 50%، لكن احنا بنحاول نقسمه الى اشياء وناخذ على اجزاء معينه وناخذ عليها امثله بحيث انه يكون سهل ويكون عندنا بيسز قويه في understanding، يعني عشان نفهم الموضوع الويدث في CSS أو في البوكس سايزنج.
فنروح البرزنتيشن ناخذ بعض النظريات لهذا الموضوع، كيف يتم حساب الحساب للسايز. طبعا لو اعتبرنا هناك عنصر معنا مثل ما شفنا مثل الكونتنت، هو يعتمد على طبيعة البوزيشن. احنا شفنا في الدرسين الماضي قبل درسين شفنا موضوع البوزيشن، ممكن يكون ستاتيك فيكست، ممكن يكون ريلاتيف، وممكن يكون ابسولوت. فلو كان البوزيشن للاليمنت هو عبارة عن فيكست، فيكس يعني يطلع خارج اللي هو الكونتنت فيو او الفيو بورت، خارج تماما حتى تعمل سكرول هو يبقى ثابت. فمعناته بهذه الطريقة لو حدد 50% من الويدث هو ياخذ 50% من الفيو بورت اللي هو الفيو بورت، حتى لو كانت الصفحة 200 2000 بكسل هو بياخذ بس 50% من الفيو بورت، يعني الصفحة اللي ظاهرة أمام المستخدم، يعني صغرها وكبرها ياخذ هذه المساحة. فراح ناخذ مثال هنا، احنا قلنا بهذه الطريقة لو كان البوزيشن، حددنا البوزيشن خلينا مثلا هو فيكست، نعمل سيف ريفرش. طبعا هو يطلع الحين لو شفناه طلع من البورد، لكن بنعطيه ليفت زيرو عشان يكون سهل، نشوفها ليفت زيرو عشان يكون الموضوع سهل جدا. الحين نشوف البورد او ال فيو بورت اللي هو هذا الكبير، لو خليت هنا يطلع لي هو عبارة عن 752، 7752. ولو اخترت الحين هذا الكونتنت طلع لنا 386، يعني سويت 386 multiply by 2 يطلع 772. عفوا في شيء خطأ هنا، 50% هو 386 ايوه، والكونتنت اللي هي 38752 7 والحسابة فتح الحاسبة 7752 تقسيم 2 37 76 أعتقد، أيوة لحظة هو بيكون 752 ونزيد للي هو هنا العشرين البادينج زايد 20 يساوي تقسيم 2 يطلع لنا أيوة 386، بيطلع لنا مثل ما شفنا هنا، نختار هنا هذا 386 اللي هو النصف. طبعا هذا في الحالة الأولى. في الحالة الثانية لو كان الإليمنت بوزيشن ماله أبسولوت، أبسولوت يعني يطلع برا ولكن يكون ريلاتيف حل الكونتنت اللي حواليه، البيرنت اللي حواليه، بهذه الطريقة ياخذ البيرنت اللي هو الكونتنت بلس البادينج للفيو. طبعا هذا ابليكابل حق كل البوزيشن سواء هو ريلاتيف، اذا كان البيرنت ريلاتيف فيكس او ابسولوت لكن ما يكون ستاتيك. وراح ناخذ المثال الحين عليه، يعني اغير البوزيشن الى ابسولوت، ابسولوت واختار الغي هذه الصفر طبعا، واختار اغير في البيرنت، اخلي البوزيشن ريلاتيف مثلا، وما زال هو 50% الويدث، نعمل سيف 50%. الحين ناخذ اللي هو البيرنت، نحسب البيرنت البادي اوكي البيرنت هنا هو ايوه هذا هو البيرنت، البيرنت عبارة عن 686 زائد 10 686 زائد 10 تقسيم 2، مفروض يطلع لنا الحين width هاي 348. نروح على هذا selection 348، فهذا هو شفنا ياخذ يعني ياخذ اللي هو الكونتنت زائد البادينج وقسمه على 2 لانه 50%. في الشيء الثالث اللي هو position ده كان relative او static، ياخذ البيرنت هو فقط الكونتنت ما ياخذ البادينج. شوف الفرق بين الابسولوت بين ريلاتيف ستاتيك، اذا كان البيرنت طبعا نفس الحركه يكون ريلاتيف فيكس او ابسولوت. فالحين نروح نغير في الكود يكون هذا ستاتيك وما نغير هذا ريلاتيف 50%، نعمل ريفرش فهني ياخذ اللي هو بس 686 تقسيم 2 اللي هو الكونتنت فقط،
6 8 6 تقسيم 2 طلع 3 4 3 اللي هو 3 4 3 فياخذ الكونتنت. فمثل ما شفنا هنا عبارة عن ثلاث قواعد تعطيك بيسس حل يعني فهم عن هذا الموضوع، اللي هو إذا كان البوزيشن فيكس فياخذ الفيو بورت يقسم على 2 50%، إذا كان اللي هو البوزيشن ابسولوت فياخذ البيرنت الكونتنت زائد البادينج يقسم على 2 إذا كان 50%، والإليمنت ياخذ هو إذا كان ستاتيك أو ريلاتيف فياخذ هو بس الكونتنت ما ياخذ البادينج. طبعا في أشياء اللي هن في الويدث أو في الهايت نفس الشيء، في من ويدث في ماكس ويدث. من ويدث مثلا على سبيل المثال لو أنت صورة معينة مثل يعني عندك عدة صور في مشروع، أنت تريد لما يصغر البراوزر يعني ما يقل موضوع الصورة الويدث مالها مثلا عن 200 بكسل، فحتى يعني يصغر البراوزر الاكسبلورر أو البراوزر يعني الصورة يتغطى عليها هي ما تصغر عن هذاك الحد، ونفس الشيء لما يكون ماكس لما يكبر نفس الحركة هي الصورة ما تتغير. فهذا اللي هو من ويدث ومن وماكس ويدث، وعندنا نفس الشيء من هايت وماكس هايت، لكن بناخذ اللي هو الويدث، والاعتبار ان في كل هذا الخاصية بخصائص اللي شرحناها يعني نفس الشيء ابليكابل سواء على الهايت ولا الويدث. الويدث شوي اسهل عشان نفهم الموضوع. فلو نروح على المشروع معنا طبعا عندنا هنا الصور الثلاث هنا، لو نصغر البراوزر لاحظوا ان الصورة تصغر الى حد يعني غير معقول ان واحد يشوفها. فلو اعتبرنا اريد مثلا اخليها ويدث معين اعطيها اللي هو لخاصية المن ويدث. لما اروح على الكود هنا اسكر على وافتح الستايل للصورة، طبعا عندنا الصور هنا عندنا الفليكس او الايمج، فانا اعطيها مثلا هنا اللي هو طبعا غيرت هذه 30%، اعتقد كانت 40% عشان بس المساحة يعني في البراوزر، فاعطيه اللي هو هنقلنا اللي هو من ويدث نقول 200 بكسل سيف ريفرش. الحين لو تلاحظوا ان الصورة ايش صار لها ما تصغر شوف عن حد معين، لكن تصير مشكلة ثانية اللي هي ان تختفي الصور. احنا لازم مثل ما تعرفوا انها في الفليكس في خاصية اسمها فليكس راب، نعطيه راب بحيث انه لما يوصل هذا الحد المعين ينزل الصورة الى المستوى الثاني. فبهالطريقة بما ان هذا الكونتينر هي البوست، طبعا في الفليكس في عندنا كونتينر في elements، هو نغير هذه الخاصية في الكونتينر، لازم ما نغلط ونغيرها في الاليمنت وبعدين ما يصير اي شيء. فليكس راب فنعطيه اللي هو خاصية راب سيف ريفرش. المرة الثانية نفتح شوف تلاحظ الحين كل ما يوصل حد تنزل الصورة، وانا انزل تنزل الصورة الثالثة بهذه الطريقة، لما ازيد ترتفع الصورة بهذه الطريقة. وممكن اعمل حتى هنا في التكست اذا بغيت اسوي بنفس الطريقة اغير الفليكس راب على التكست. هذا هو ما يخص اللي هو الاليمنت او البوكس سايزنج، انه بس كاشياء مهمة اللي هو البوكس سايزنج مهم تحطه للبوردر بوكس اذا تريد كل المحتوى يغطي في الويدث. قضينا خاصية اللي هي البوزيشنز مهمة جدا في عملية الويدث، اذا كان فيكست وش تاخذ العرض الفيو بورت، قضينا اذا كان ابسولوت تاخذ البيرنت اللي هو الكونتنت زائد البادينج، واذا كان الاليمنت position relative. طبعا هو في اشياء كثيرة حول هذا الموضوع، لما تبحث في جوجل في MDN او في W3 schools تحصل معلومات جدا اكثر عن هذا الموضوع، لكن على الاقل عندك هذه النقاط الاساسية اللي تخليك تفهم البوزيشنز اللي هو العلاقة بالويدث. واذا عجبك الفيديو لا تنسى تعمل سبسكرايب لايك وشير هذا الفيديو للاخرين، وان شاء الله نعمل دروس يعني مختلفة جدا في المستقبل بإذن الله. لا شفنا العدد يعني من السبسكرايبر زاد وناخذ كومنتس منهم، وجزاكم الله خير ونشوفكم في الدرس القادم راح نتعرف على الفونت سايزنج، وشكرا.